رجعنا لكم من جديد. ويقال دائما بأن المسرح هو أبو الفنون، لدرجة أنه صار في له يوم كام يوم في كل عام، وهو يوم 27 من مارس للاحتفال بهذا اليوم اللي هو اليوم. صحيح إيمان، تجربة المسرح تجربة واسعة جدا، ولكن اليوم رح نسلط الضوء على جزء من تجربة المسرح في السعودية، وبالتحديد تجربة المرأة السعودية في المسرح. وأكيد رح يتحدث معنا في هذه الفقرة وفي هذا الموضوع ضيفنا في الاستديو، هو الفنان عماد اليوسف. يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. أهلا وسهلا فيكم وسعيد بهذه الاستضافة. احنا اسعد ان شاء الله نقدم شيء يثري الجميع يعني. ان شاء الله باذن الله. طبعا اليوم زي ما انت عارف اليوم العالمي للمسرح، اكيد في بدايه هذه الفقره عندك بعض الكلمات اللي تود ان تقولها في هذه البدايه يعني وفي هذا اليوم. اكيد اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني انا احزن لما اسمع انه اليوم العالمي للمسرح احنا ما لنا وجود فيه. يمكن احنا الاعلاميين اللي نتكلم عنه، او يمكن يعني اي احد تقابليه في اي مكان عام تساليه على الموضوع ده ما حيدري انه اليوم العالمي للمسرح هو اليوم مثلا. وطبعا هذا يعني انا احط الاعلام رقم واحد، انه مش داعمنا اعلاميا، مش داعم المسرح اعلاميا. ودائما يعني الاشياء اللي نقدمها مسرحيا تغطى بشكل خجول، ما تغطى بشكل جاد. يعني احنا بنشتغل ونجتهد ونسوي بروفات ونبحث عن مواقع وكذا ونعمل حملات اعلانيه. بس الاعلام دائما يجي وقت العرض، يعني الصحافه تجينا وقت العرض طق 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 طق، ثاني يوم نزل خبر عماد اليوسف سوى مسرحيه. بس هذا مو ممكن انه يعتمد على انه المسرح عندنا لسه ضعيف شوي، لسه ما وصل للمرحله اللي هو يلفت العالم باكمله عليه. ايوه ليش؟ لا بالعكس، هذا مو صحيح. احنا اليوم يعني انا لي 15 سنه تقريبا، كل سيزون انزل بمسرحيه، اما مسرحيه عائليه او مسرحيه اطفال. بس يمكن ما في الاعلان الصحيح او طريقه التوصيل، لانه في معلومات صحيحه. وده اللي احنا بنقوله، احنا بنجتهد وبفضل الله ما في يوم عرضنا الا الصاله تكون فل، واحيانا بيكون الناس اللي برا اكثر من الناس اللي حاضره. فاحنا ادواتنا كامله كناس بتقدم مسرحيه، الدور الاعلامي غائب. طب ايش تتوقع غير الدور الاعلامي من الاشياء اللي ناقصه يمكن في هذا الموضوع؟ لانه اوكي حتى الاعلام ممكن نلاقي ناس كثير، اشخاص كثير، يعني في الفتره الاخيره صار بتجينا مسارح او مسرحيات كمان من الخارج بالضبط، وبيتم الاعلان عنها بالطريقه الصحيحه. في اكيد عنصر ناقص كمان عشان يكون في نقدر نقول ضربه للموضوع عشان يبدا ينشهر بالطريقه الصحيحه. شوفي، موضوع الناس اللي تيجي من برا تسوي مسرح عندنا، يعني هذه اكبر الاخطاء اللي قاعده تصير عندنا على مستوى الترفيه. ليش؟ لانه احنا مش محتاجين انه احد يجي يسوي عندنا مسرح. احنا عندنا كوادر مسرحيه قويه، عندنا ممثلين مسرح اقوياء، عندنا يعني انا كنت ما ابغى احدد اسماء، بس انا اتكلم الان مثلا عن هيئه الترفيه. لما تجيب طارق العلي، طارق العلي صديق وزميل وكل شيء على العين والراس، ولكن احنا مش محتاجين طارق العلي. انت هيئه الترفيه حقتنا، انت هيئه الترفيه منشاه عشان تدعمنا احنا كسعوديين، كممثلين سعوديين، كجمهور سعودي. بس خلينا نكون يعني صريحين، مش رجل اعمال هيئه يعني الترفيه عشان تجيب شخص ممكن تبغى تستفيد من وراه او من التيكت حقه. يعني هل شايف في ناس عندهم نفس الموهبه اللي عند طارق العلي موجودين؟ طبعا اقوى من طارق العلي. طب ليه ما طلع؟ فين بالشهرة حقت؟ اعطيني، انا بقول لك انا الان اعطيني نص الامكانيات اللي انت بتقدميها لطارق العلي وشوف انا انجح ولا ما انجح. انما مجرد حكم غيابي كذا ما يصلح. بس خلينا نكون صريحين اكثر، يعني في مسرحيات اللي بتصير مثلا في الكويت، اللي بتصير في باقي الدول. نعم. هذه المسرحيات بتلف العالم. نعم. وبتروح دول الخليج وبتروح دول خارج الخليج. احنا مسرحياتنا لسه ما وصلت لهذا المستوى، فبالتاكيد انه احنا عندنا اشياء لسه ناقصه. انا اقول لك ليش. فمو عيب او ما ينقص فينا شيء لما نستعين باحد من الخارج. لا بالعكس ينقص، لانه احنا اشتغلنا على مدى يمكن 30 سنة تمام، وكنا نجيب ممثلين أجانب من برا، نجيب من مصر، نجيب من الكويت، نجيب أوكي. بس إحنا الآن وصلنا إلى مرحلة تشبع، وصلنا إلى مرحلة احترافية. إحنا الآن سنويا أمانة مدينة الرياض بتقدم مسرحيات تمام، في نفس الوقت يمكن تلاقي 4-5 مسرحيات في سيزن واحد تمام، وكلها الصالة فل، وهذا جمهور مسرحي واعي.
احنا هنا لما بقدم انا مسرحيه او اي احد من الزملاء بيقدم مسرحيه الصاله بتكون فل، وهذا احنا ما عندنا ولا ربع دعم من اللي بيجدوه الاخوان الاجانب. طب خلينا ننتقل للشق الثاني في الموضوع. طيب بنقول انه ما في دعم، غير الدعم الكثير من الناس بيقولوا انه المسرح هو اصعب انواع الفنون، فين تكمن صعوبته؟ احنا طبعا ما جربنا هذا الشيء، بس اكيد انت كشخص وممثل اكيد عارف فين الصعوبات في هذا الموضوع. شوفي، صعوبه المسرح انه 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 دائما الكاميرا او الدراما لما تقولي جمله او تقولي افيه او نكته او حاجه او معلومه ممكن الغلط ينعاد مره اثنين ثلاثه، سواء غلط تعدليها سواء مش حلوه ممكن اقولها بشكل احلى بعد كذا، انما المسرح ما في. المسرح من فمك لاذن المتلقي على طول على طول مره، ما في مراجعه زي اللي بالضبط عشان تعرف، فيا تطلع صح يا تطلع خطا. صحيح، بس هم كمان تكمن الصعوبه عندهم انه الجمهور قدامهم بالضبط، يعني ردة الفعل بتاخذها وقتيا. بعدين اقول لك حاجه، انت يعني الممثل دائما ترى محصن من الصدمات. تمام، وانت ما شاء الله مشاهير وعارفين الموضوع ده، انه انت ممكن تقابلي احد في الشارع او في مكان عام يكون مو متقبلك كذا من الله. فالجمهور اللايف المسرح نفس الشيء، ممكن تقول نكته يكون واحد جالس في المقدمه يقول لك ها ايش ما تبي ترد عليه. ففي نفس الوقت صح كممثل يعني لازم يكون ردة الفعل حقك او مودك ما يتغير يعني مع ردة فعل. واحيانا ندخل جمهور جميل انت حتى قلت شيء بايخ يضحك، يكون هو اساسا جاي جاهز يبغى يضحك. طب فين الجمهور الجميل اللي لقيته؟ عندنا هنا جدة. نعم، مع احترام الكل المناطق المملكة. أقول لك حاجة، ترى يعني احنا مؤخرا صرنا عيال نكتة، يعني زي ما يقولون يعني أي حاجة بنسوي عليها نكت، بنسوي عليها أشياء. بس هنا كثر الثقافات في جدة كمدينة سياحية. تمام، أصبح أنا بالنسبة لي أنا كعماد اليوسف لما أعرض مسرحية ترى حتى جمهور ألاقي في الصالة مصريين وسوريين ولبنانيين ومغاربة تمام، وفي تقبل وانفتاح من فاهمين الجمل، فاهمين المصطلحات، فاهمين كذا فاهمين كذا. صح، وهذا صح. اختلاط طبعا بكثرة الاختلاط كمدينة سياحية حلو فعلا. طب بس أنتوا يعني رواد للمسارح، ليش لين الحين ما فكرتوا في أفكار ممكن نقوم فيها مسارحنا، نصير حتى لو نوصل للمستوى اللي الدول اللي حولنا وصلوا له؟ يعني اليوم احنا اتوقع عندنا المواهب، عندنا الامكانيات، نعم، عندنا كل شيء، ايش ينقصنا عشان احنا لين الحين ما وصلنا لحتى الدول القريبه مننا في مسارحها؟ انا دحين لو سالتك على الهواء وقلت لك عددي لي القاعات اللي ينفع يصير فيها عرض مسرح هنا ما تتعدى اصابع اليد الواحده. تمام، قاعات مسرح ما في. يعني انا عندي مسرحيه نسائيه تعبت على ما وجدت صالة مسرح. تمام، ممكن نقدم إن شاء الله عليها العمل قريبا. ما في صالات تجهز بكل شيء. أنا العام ضاع مني 2 سبونسرات كانوا رعاية للمسرحية، لسبب عدم وجود قاعة مشي وبطل ما في. تروح للمناطق معينة ما أبغى أذكر أسماء برضو، يدوك مسارح في آخر الدنيا. مين حيروح؟ مو مين حيروح، أصل هو في الطريق ينسى فين رايح، يرجع يلف ويرجع مسافة. صحيح. هذا الشيء. الشيء الثاني لما تيجي تتكلم مثلا انه المفروض تكون مسرح جمعيه الثقافه والفنون يكون 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 يعني هو القرار الاول لنا. مسرحهم دائما ما شاء الله فل، رغم انها صاله صغيره وكذا. صحيح. وهذا، لكن ما شاء الله دائما ممتلئه، عندهم برامج، عندهم كذا، عندهم ما فيك تعتبي عليهم. حلو، فما في قاعات، فين نطور انفسنا؟ طيب كمان من الاشياء اللي، هل جربت في يوم من الايام استاذ عماد انه انت تعمل مسرحيه بمبلغ رمزي او في مسرحيه العائد المالي فيها اعلى وشفت اختلاف في تجاوب الجمهور؟ ولا يمكن المسرح هو من الاشياء السلبيه الاكثر سلبيه في هذا الموضوع؟ لا، هي طبعا دائما المسرحيات العائليه اذا كان الموقع سمح او يسمح فيه بحضور العائله، الناس تبغى تنبسط، تبغى تتفرج على ترفيه، تبغى تتفرج على كوميديا، تبغى تتفرج على استعراض على كذا. ما اعتقد انه في يوم من الايام واجهتنا يعني اساسا تذاكرنا كلها اشياء رمزيه. الارقام اللي قاعدين نسمعها الان 200 و150 على مثلا ستاند اب كوميدي او على، انا ما اعرف، هذه ما عندي تعليق عليها. ذكرت نقطة مرة مهمة، الستاند اب كوميدي. مؤخرا الستاند اب كوميدي يعني بدا ياخذ محله ومحل مرة كويس. هذا معناته انه هو ناجح وبدا يستقطب اكثر من فئة عمرية.
وسواء شباب أو بنات. اليوم إيش رأيك في الستاند أب كوميدي ومواهب الشباب اللي عندنا في هذا المجال؟ أنا ما أقول إنه هو ناجح. نعم أنا أقول إنه يعني من جد؟ أي طبعا لأنه ما في أي هذه غير على المرة. لا 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 غير على المرة. أقول لك هو تقنعني أقنعك صح؟ أي حلو طيب. تفضل يلا. هو مو ناجح. هو إيش؟ هو ستاند أب كوميدي تمام؟ لانه ما في شيء، هو مجرد واحد يوقف يقول كلام. طبعا اوقف كذا الحين واقول كلام واطلع نكت واطلع مواقف مفبركه كلها تمام واطلع ضحك، بس هذه موهبه. لا لا ما هي موهبه. مين قال؟ طب تعرف اقول لك مين اللي لو كان مو ناجح، لو كان مو ناجح كان ما استمر، كان الناس ما اشترت التذاكر رغم انها مو رمزيه. طب خليني اقول لك حاجه، احنا مؤمنين انه 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 لكل وقته له اذان مثلا تمام. زي الاعلام الجديد تمام. الان هذا وقت الوضع الكوميدي هذا، انا ما ابغى اسميه يعني، لانه لما تجي تطالع انت الستاند اب كوميدي هذا يعني هذه كوميديا الشارع، كوميديا الشحاته برا. يطلع واحد في 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 اوروبا او في اي دوله يحط من الموهبه. لا 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 انا ما اتكلم عن المواهب، انا بتكلم على نوع الفعاليه. نوع الفعاليه يفسخ القبعه حقته ويقول كلام ويقعد يقول قصص وماني عارف ايه ويجوا يرموا له كذا حاجات. هذه هي هذا هو الستاند اب كوميدي، اللي هي كوميديا الشارع، كوميديا الشخص الواحد تمام. المسرح او جيبي لي الستاند اب كوميدي اللي بيضحك هذا وبتندفع له التذاكر هذه، خليه يجي قدامي على خشبه المسرح. طب انت ليش ما سويت يعني، انت ما عندك اعتراض على مواهب شبابنا؟ ابدا بالعكس، انا ما اتكلم على الشباب أبداً. انت عندك اعتراض على نوع الفعاليه؟ على نوع الفعاليه. طب ليش ما وظفت هذول الشباب اللي موهوبين وحقيقه عندهم موهبه وعندهم ناس وجمهور في المسرح، بحيث ان انت تخلط وتطلع بشيء؟ ما يبغوا. انا طرحت على كذا اكثر من شخص، ما ابغى اذكر اسماء. تعرف ليه؟ لانه يمكن كمان لسه بنقول ان المسرح حضوره ما هو قوي، وما اقول لك من الفنون وابو الفنون واصعب الفنون. كانت تجي تحضر قبل لا ينفتح ستاند اب كوميدي، كانوا من جمهور يجوا يحضروا لي في الصاله في مسرحياتي. اكيد يحضروا فل الصاله وهو جالس يحضروا، بس الناس في النهايه كمان يبوا مكسب مادي من الموضوع، من وراء الموضوع. هذا الشيء اللي انا عرضت اجور كويسه. ما تقولي والله انا بخصت حقهم، بالعكس. بس هو ما يقدر لانه هو متعود انه ما عليه رقيب. يعني صراحة الموضوع حيحتاج مننا وقت طويل، وفي محاور كثير راح نناقشك فيها اليوم وراح تستحملنا ان شاء الله. طبعا بالعكس طبعا. وفي الاخر قبل ما ننهي الكلام في الموضوع ده، ترى انا ما اقصد التجريح في احد ابدا. أكيد أكيد. انا اتكلم على نوع الفعالية كلهم على راسي. حنرجع ونكمل حوارنا ونرجع نتكلم بالتحديد في المسرح النسائي، ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. طبعا رجعنا لكم متابعينا، مكملين في نفس الفقرة، ومعانا انضمت طبعا أستاذة سامية البشري، وهي رئيسة لجنة المسرح النسائي بجمعية الثقافة والفنون بجدة. أرحب فيك أستاذة سامية في برنامج سيدتي. أهلا وسهلا، شكرا. إن شاء الله يكون لقاء ثري وممتع مع شاشة روتان الذهبية. إن شاء الله أكيد بوجودكم معنا أكيد ممتع. لكن خليني أسألك في البداية، زي ما أنت عارفة اليوم اليوم العالمي للمسرح، فخليني أسألك كيف ممكن تحتفلون بهذا اليوم في المسرح النسائي؟ طبعاً الاحتفال فيه، إحنا احتفلنا فيه صراحة يوم الجمعة. حلو. في الويكند عشان يناسب البنات. ممتاز. الاحتفال فيه إحنا يعني جمعنا، بما أنه المسرح هو أبو الفنون فطرقنا لكل المواهب المسرحية. حلو. إحنا ما شاء الله عندنا مرة مواهب احترافية، يعني ما عندنا بس تمثيل ولا لوحات استعراضية، لا احنا عندنا بيت بوكس، عندنا مايم اكت، ستاند اب كوميدي بنات، جمباز، الهيلا هوب، يعني شغلات مرة حلوة. كان يوم ممتع واحتفلنا ضمن فعالياتنا اللي دائما بنسويها ساعة فن. حلو، جميل جدا. حلو، بس كمان بننتقل للأستاذ عماد، لما نعرف كيف بتشوف الإمكانيات حاليا في الفترة الأخيرة للمنافسة في الساحة الفنية أو الساحة اللي هي المسرحية للشباب والبنات؟ هل تحس في المنافسة اللي هي موجودة يمكن في التلفزيون في الإذاعة ولا لا؟ تحس المنافسة فيها أقل؟ هو ما في منافسة ولا في أساسا أضلاع لمربع منافسة. بس في سؤال بسأل الأستاذ، أنا
بسيط يعني قبل ما اكمل اجابتي. بس قبل ما تسال استاذه خليني اسالك انا اليوم ليش المسرح اليوم اعتمد فقط على المناسبات؟ يعني احنا ما عندنا دائما مسرحيات، احنا عندنا مسرحيات في المناسبات فقط، ليش يعني اليوم؟ اعتقد هذا في جده بس، تخيل الرياض على مدار العام شغال المسرحيات. امانه مدينه الرياض مشكوره، بتقدم دعم للمسرح والمسرحيات اللي بتنجح في السيزون بيتم ابلاغهم بعرضها كل ويكند وبدعم كامل من الامان. جميل جدا. طيب تقدر تسال الاستاذه ساميه السؤال بس على انت الشغلات اللي انت قلتيها قبل شويه اللي هي هيلا هوب وما ادري شويه اسماء كذا بيت بوكس وما ادري ايش مستفاد منه؟ ترفيه. لمين؟ مين يتفرج عليها؟ النساء بس فقط. يعني يعتبر فعاليه نسائيه او مسرحيه نسائيه، ايش يعتبر؟ لا تعتبر تدرج تحت ايش؟ هي فعاليه احنا اسسناها اسمها ساعه فن. ايوه. هي عباره عن ساعه فيها تعرض كل الفنون المسرحيه. وممكن تتطرق اكثر من ساعه لان المواهب اللي عندنا على حسب المواهب على حسب الايفنت اللي يكون فيه. احنا اليوم استاذ عماد ما نقدر نمشي بشكل تقليدي، زي ما بنقول نقدر ابو الفنون بالضبط، نقدر نحط التقليدي ونخليه حديث بحيث انه هو يجذب شبابنا. اليوم ما نقدر نقول انه المسرح القديم يعني ما حيجذب يعني الشباب، زي المايم اكت اللي هو التمثيل الصامت ممكن يجسدوا حاجه او يحكوا قضيه بشيء بسكوت فعلا. بس كمان بتشوفي كيف استاذة سامية التفاعل للمرأة حاليا في داخل المسرح؟ يعني بتشوفي في تفاعل؟ يعني دائما احنا متعودين انه بنشوف برا مسارح يكون فيها شباب وبنات، بس كيف المرأة وتفاعلها؟ انه بالنسبة لنا نادر ما شفت مسرحيات نسائية، او يمكن حتى ما شفنا اساسا مسرحيات نسائية، شيء بالنسبة لنا شيء جدا غريب. هو عموما المسرحية يعني جهد، احنا يعني كبنات ما نقدر نقيم مسرحيه، احنا اقمنا كم مسرحيه بس بدانا الحين بسكتشات الكوميديه البسيطه، لانه احنا بنات احنا اللي بنوقف على الاضاءه، احنا بنوقف على الكنترول، احنا اللي يعني كل الشغلات احنا اللي بنسويها. فتفاعل المراه كان يعني جيد سواء من الجمهور او نفس البنت يعني العاملات. خاصه اللي يطلعوا اول مره على المسرح بيتفاعلوا معاهم الجمهور، بينبسطوا انه يعني قدرنا نوصل على مسارح ونقدم، وخرجنا من يعني خرجنا من الاطار المدرسه او الجامعه اللي كانت بس جمهورها طالبات ومعلمات. اكيد صرنا الحين حتى السفارات صاروا بيحضروا لنا. حلو. الاجانب بيحضروا، يعني اخر الحضور الاخير اليوم الجمعه كانت عميده جامعه الاعمال والتكنولوجيا اليو بي تي، دار الحكمه. حلو. جميل. شخصيات كثيرة. لكن من خلال هذه الشخصيات الكبيره اللي بتحضر لكم وكل هذا التفاعل اكيد بيجيكم انتقادات واكيد كمان بيجيكم تشجيع. خلينا نبدأ بالانتقادات، بتجيكم على إيش أكثر شيء؟ هو يعني ما في إنسان يعني أو ما في حاجة في الدنيا ما فيها ما الواحد ما بيواجه انتقادات، وأكيد هذا ما ينقص منكم أي شيء يعني. أيوة. فإحنا يعني ما بنلتفت لها كثير، يعني اللي حولنا بدعموننا أهلنا وصحباتنا وغيرهم يعني بنستمر. بس أكيد لا، بعض الأحيان لازم تلتفتون لهذه الانتقادات لأنها لو التفتوا لها بالفعل ممكن تحسن جزء أنتوا تكونوا غافلين عنه. إحنا عموما يعني ماشيين على رؤية وهوية عربية إسلامية، يعني سواء في الملابس سواء في الكلام ما نتخطى الدين السياسة الوطن. يعني إحنا ماشيين في السليم. حلو. الانتقادات ممكن جهل الناس، يعني الاغلب لما اول ما بدانا المسرح النسائي الاغلب يحس انه في عنصر رجل في الموضوع. طب كيف الاضاءه تسوى؟ طب كيف الكنترول الصوتيات؟ كيف المايكات؟ يعني الدخول في التفاصيل زياده. ايوه كانوا بيحسوا انه في رجال في الموضوع، خاصه لما يشوفوا مثلا راعي او شيء، جهل الجمهور يعني. بس حاليا فعلا انه ما يتلاموا، احنا شخصيا كمان ما كنا نعرف انه ممكن نكون في مسرح نسائي بنتكلم على اضاءه يسلموها بنات، سماعات، اشياء، تفاصيل جدا كبيره. مستحيل افكر انه ما شاء الله في عندنا بنات وصلوا لمرحله انه هم يمسكوا زمام هذه الامور. فيعني غصبا عن اي شيء عندنا احنا في البدايه لازم يعني يقابل بانتقاد يعني من الناس. اكيد. واي شيء غريب وشيء ما تعودنا عليه بالنسبه لنا شيء نجهله. صحيح. فهذا طبيعي، الواحد لازم يسال عشان يتعرف. وصلنا يعني صاروا يطلبونا غير الرياض والهذا. جميل. المغرب، الكويت، صاروا يطلبونا بس احنا لسه. حلو. اكيد. بس نعود اكيد لاستاذ عماد ونعرف منك اكثر، ايش رايك في المسرحيات، فكره المسرحيه النسائيه وايش اللي ينقصها انه احنا نبدا مسرحيات نسائيه؟ ايش في اشياء يمكن افكار بتفكر فيها من ناحيه هذا الموضوع؟ طبعا انا يعني سبق لي قبل كذا انتجت مسرحيتين نسائيه وكان اخرها قلت العام كانت بطولة الأستاذة غدير السعيد، نقدم لها التحية، والفنانة سارة اليافعي ومجموعة من الفنانات والنجمات المعروفات. السنة هذه إن شاء الله أنا مسوي مسرحية
برضو نسائية اسمها سواقة حريم، مجازة من وزارة الثقافة والإعلام، وشغالين حاليا تقريبا جروب المسرحية بروفات عليها، إن شاء الله سوف تعرض قريبا. يعني أنا من مشجعين الحركة المسرحية النسائية من زمان. ليش؟ لأنه في قضايا للنساء بعيدة عن قضايا الرجال وقضايا العائلة بصفة عامة. هذا الخط متى ما وجد ناس محترفة تكتبه بشكل صحيح، ومتى ما لقى ناس محترفة تشرف عليه زي الأستاذة وجمعية الثقافة والفنون، فأكيد إنه 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 يجد القبول عند الناس. أكيد. إحنا جمهورنا كان لما نكون عندنا عرض عائلي أحيانا نجد حضور السيدات أكثر من الرجال. صحيح. نعم صحيح. فهذا إحنا السيدات نحب نرفه عن نفسنا. لا ويستوعب. صحيح. يعني الرجال يحب يضحكوا. لا خليني أقول لك حاجة بس أتمنى الشباب ما يزعلوا مني. إيه. أنا أصنف الجمهور عادة لما تبدأ مسرحية العرض بعد العرض الأول. فمن سنين وأنا عندي قناعة معينة، الجمهور الشباب جمهور كورة. يعني حتى لما أنا أدخل دوب المسرحية كأنه لاعب سجل هدف، تصفير وصفقة حقت كورة، جو كورة ما هو جو مسرح. السيدات تحسيهم سبحان الله يعني في ثقافة المتابعة المسرحية والله العظيم. صح. الأطفال أقول لك في تصنيف الأطفال النكادة ما تيجي إلا وقت ما أدخل المسرح، يبدأ يبكي ويبدأ يصرخ ويبدأ يتكلم ويبدأ، فأنا خلاص مقسمهم على فئات يعني. فصراحة اللي يأخذ الجائزة الأولى هو الجمهور النسائي. جميل. عشان كده أنا كنت حريص إنه أنا أقدم مسرحيات نسائية، وبفضل الله كلها نجحت، وإن شاء الله نترقب نجاح. حلو، بس خليني أسألك عن يعني اليوم موهبة السيدة السعودية، كيف شايف موهبتها؟ إيش ينقصها؟ إيش لين وين وصلت؟ كيف شايف مستوى الموهبة عند السيدة السعودية؟ شوفي المواهب الجديدة سهل توجيهها، بس صراحة نجمات السوشيال ميديا متعبين جدا. هي صارت نجمة في لحظة، فمعتقدة انه هي ممكن تمثل المسرحية في لحظة. والمسرح صعب. صح. المسرح انت فعلا. عشان تسوي ثلاثة عروض او عرض واحد لازم تشتغل اقل شيء شهر بروفات. لانه يعني عندك بروفة حفظ، بروفة طاولة، بروفة حركة، بروفة اضاءة، بروفة صوت، بروفات، وتكوني حافظة كل شيء عشان تقدمي عرض. صح يا استاذة كلامي؟ فممثلات السوشيال ميديا تعبت معهم. طيب ايش اكثر المخاوف استاذ عماد اللي بتكون للممثلات اللي في المسرحيات، يعني لو كانت تبغى تبدا او في يوم من الايام تبغى تصير يعني جزء من هذه المسرحيه، ايش الاشياء اللي دائما يجوك ويسالوك يقولوا لك هذه الاشياء مخوفتنا، ايش يعني ايش ترد عليهم، ايش المخاوف، ايش ردك عليهم؟ دائما رهبه الجمهور في المقام الاول، ورهبه الجمهور هي رهبه الكاميرا نفسها. فدائما انت للحين لما كاميرتك اذا ما تبي توجه حوار للمشاهد عمرك ما تجي عينك على العدسه. فالمسرح نفس الشيء، عمرك لا تركزي نظرك على شخص معين داخل الصاله. بكذا انت مره مرتين خلاص تبدا الرحبه هذه تتلاشى منك، يصير في متعه. صح. انه انا ابغى اوقف ما احس بالرعشه الداخليه دي. صحيح. وكثير من الممثلين الكبار يحبون تمثيل المسرح ويعشقون التمثيل على خشبه المسرح. نعم. اكثر من المسلسلات. صح. احنا الى الان لما الدقيقتين الاولى دي لازم في رحمه، حتى احنا اللي لنا سنين نشتغل يعني في دقيقتين دي لازم يكون فيها كذا شويه بعدين تبدا تحس خلاص بعدين خلاص تبدا هذا سخيت ودخلت الجو. فعلا حلو. لكن خليني اروح لاستاذه ساميه اسالك، يعني بالنسبه للمواهب اللي عندكم اليوم، يعني ذكر استاذ عماد انه بعض المواهب بتكون انه هي مستسهله الموضوع او متهاونه في الموضوع على يعني في موضوع التمثيل على خشبه المسرح، اليوم كيف بتتعاملوا مع هذه المواهب؟ وهل انتم خرجتوا موهبه اليوم صارت مثلا في مسلسل معروف، صارت هذه الموهبه من بدات من عندكم وطلعت من عندكم شيء مشهور؟ لا هو العكس، هم السوشيال ميديا صاروا يجونا يبغوا يمثلوا معنا. يعني كثير اقترحوا علينا وقالوا لنا بنيجي نمثل معاكم كذا، بس حتى لو مثلوا معانا احنا ما حنصور، يعني لانه احنا ما حنصور مسرحيات، مسرحياتنا ما تتصور. بس ان شاء الله انه يعني بالعكس احنا نرحب بهم، يعني لانه هم يمتلكون جمهور وعندهم يعني عندهم بدايات سواء حس كوميدي او غيره، واحنا بنوجههم يعني. احنا بنسوي بروفات زي ما قال استاذ عماد. يعني هي يعني احنا ممكن النساء شويه يعني خروجنا صعب وكذا، بس انه
بروفات الطاولة أكثر شيء عندنا، والبروفات الإضاءة وغيره، هذه البروف الجنرال. بس يعني ما بيتم تصوير أي المسرحيات هذه؟ لا ما بيتم. حلو، بس خليني أروح لأستاذ عماد وأسألك، يعني سويت أكثر من كاركتير ما شاء الله تبارك الله، السوداني المصري ما شاء الله، ما في خشب بس هحاول أن أمسك أمسك أي شيء. طيب خليني أسألك، إيش أكثر الكاركترات اللي نجحت معاك وفعلا سمعت مع الناس؟ أنا بفضل الله سويت أكثر من يعني 55 شخصية ما شاء الله على مدار شغل 25-26 سنة في الفيلم. أنا كاركتراتي زي عيالي، أنا أحبهم ما استغنى عن أحد فيهم. في بعض الشخصيات مسكت مع الناس لأسباب إنه 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 حس الشخصية دي مرت عليه أو عنده في البيت، زي مثلا لما أسوي هندي، لما أسوي سوداني، لما أسوي صومالي، لما أسوي اندونيسي، فيفكرهم بأحد. أيوة يفكرهم بأحد، فيروح ماسك في الحكاية دي. خاصة الشغلات التلفزيونية دائما تحسي كده إنه الكاركتر ده مهم يكون موجود في المسلسل، لأنه إحنا أصبحت جزء من حياتنا. أنت طالع من الاستديو أو جاي الاستديو لازم تقابلي واحد هندي ولا واحد سوداني ولا واحد مصري ولا واحد، فدي موجودة صارت جزء من حياتنا. طب أخيرا إيش الأشياء اللي اليوم نحتاجها عشان يكون عندنا مسرح فعلا مساوي مع باقي المسارح؟ المتطلبات أول شيء إنه يعني تأمين قاعات للعرض، السماح باستخدام قاعات الافراح مثلا. حلوة فكره جميله. أيوة صراحه طالما لسه مو ننشئ، لا خلاص طالما انها موجوده ومتاحه. فقط الان صار المسرح يتركب تركيب. يعني عارفه فالشغلات دي بسيطه. بس انا ابغى اوجه رساله لاكثر من رجل اعمال، ما يمكن ما تصحنا بس بشكل سريع اسمائهم، لكن الحقيقه ودهم يدعموا المسرح، سواء مسرح الطفل، سواء مسرح النسائي، سواء مسرح العائلي، بس ما هم لاقين الاهتمام غير مننا احنا. صحيح. لا ان شاء الله باذن الله بعد هذه الفقره كثير راح ينتبهوا لهذا الموضوع ونوصل لمكان ويوصل للترفيه عندنا بطريقه احسن. بس اكيد لما نعرف منك، اكيد اخر سؤال استاذه ساميه، فين بيوصل جمعيه الفنون والثقافه؟ وين المرحله الجايه باذن الله؟ ايش راح تقدموا؟ المرحله الجايه انا يعني احنا نطمح ان الواحد يطلع من بيته عشان يروح مسرح، يعني الاغلب صار يطلع عشان يروح اموال ترفيه او غيره، لانه احنا ما عندنا متنفس للنساء. يعني الاطفال عندهم نوادي، الاولاد عندهم نوادي، طب البنات فين يروحوا؟ ما في غير المنتزهات اللي تخصص يوم للنساء، ما في كذا حاجه للنساء بياخذوا راحتهم فيها. فاحنا نبغى نوعي الجمهور انه الواحد يطلع من بيته عشان يحضر مسرحيه، لانه الاغلب ما بيتجه للمسارح. حلو. طبعا سامية البشري نورتينا اليوم في برنامج سيدتي، ونشكر حضورك معنا، اكيد نتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق، وشكرا لك. واكيد طبعا الفنان عماد اليوسف، شكرا لك ونورتنا اليوم في برنامج سيدتي، وطبعا اسعدنا حضورك معنا. شكرا لكم. شكرا للاستضافه وشكرا للتعاون مع الاستاذ ان شاء الله. شكرا لكم. طبعا متابعينا فقرات سيدتي باقي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا في سيدتي بعد الفاصل. شباب يستعملون الحديد لصناعة تحف فنية.